أنس جابر لاعبة كرة المضرب التونسية اللي تعتبر نموذج يحتذي به في مجال رياضة كرة المضرب، واللي نجحت اللاعبة التونسية بإثبات نفسها في عالم كرة المضرب بعد أن تواجهت لها العديد من الإنجازات والألقاب سواء في المسابقات الدولية أو على القارة. وتعتبر اللاعبة التونسية أنس جابر قصة نجاح في عالم رياضة كرة المضرب، واللي احتلت المرتبة الـ 24 في التصنيف العالمي لأفضل لاعبات كرة المضرب المحترفات، ده غير إن حققت صاحبة الـ 26 سنة جائزة أفضل رياضة في تونس سنة 2019 ناهيك عن انجازاتها الاخرى والقابها الفرديه. فهنتعرف في الفيديو دوت على اهم انجازات اللاعبه التونسيه انس جابر وقصه نجاحها في عالم الرياضه واحترافها في عالم كره المضرب، كل ده هنعرفه في الفيديو دوت. فمتنساش بقى انك تعمل لايك شير وسبسكرايب. انا شريف نبيل من موقع القيادي، يلا بينا. أنس جابر مواليد 28 أغسطس سنة 1994، واللي حققت إنجازات كتيرة جدا في رحلتها في كرة المضرب، ده غير الألقاب كتير برضه اللي حققتها اللي عجزت عن تحقيقها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات المحترفات في اللعبة دي، زي الوسام الوطني للجدارة والاستحقاق تقديرا لها من الرئيس التونسي، وحصلت للمركز الثاني في بطولة ويمبلدون لرياضة كرة المضرب، وحصلت على لقب الماسترز، وتحتل المرتبة الثانية في الوقت الحالي في قائمة أفضل لاعبات التنس المحترفات، وحصلت على العديد من البطولات جراند سلام بفوزها على العديد من لاعبات التنس المحترفات، ده غير انها فازت بجائزه دورات الالف في العاصمه مدريد، ده غير انها فازت من قريب بالمركز الاول في بطوله كانكون المكسيكيه على حساب نظيرتها الشيكيه بمجموعتين دون مقابل، واللي شارك جدا برد فعلها وقتها على الاوضاع السياسيه في غزه، وتمكنت اللاعبه التونسيه من تحقيق المرتبه الثانيه على مستوى العالم في قائمه افضل لاعبات التنس المحترفات، ده غير انها تمتلك لقب الوصيف في بطولتي الولايات المتحده لكره المضرب وبطوله اولمبيا، ده غير اختيارها بجائزه العام الرياضي سنه 2022 مقدمة من الامارات العربية المتحدة، واللي بتقام لافضل امرأة عربية، واعربت اللعبة التونسية وقتها عن سعادتها الغامرة بانجازها وتتويجها بلقب المرأة العربية، واللي تقدمت وقتها بالشكر لكل من يقدم الدعم للمرأة العربية. وبحسب ما نشرته رئيسة الجمعية التونسية للنساء السيدة فاروس، قالت ان افضل ما يحدث الوقت الحالي في بلادها هو تألق اللاعبة المحترفة انس جابر في كرة المضرب، حيث اكدت وقتها ان النساء يواجهن عراقيل كبيرة في تونس خاصة في مجال الرياضة، وذلك لان في اعتقاد سائد هو ان الرياضه نشاط صوري فقط يحتاج لاهتمام وامكانيات كبيره، واللي اشادت وقتها على ان انس جابر اتمكنت بفضل مجهودها الكبير في خلق السرور والبهجه على قلوب الشعب التونسي كله، وان نجاحها يعتبر انجاز للمراه التونسيه في الوسط الرياضي، واضافت ان تالقها في الوسط الرياضي يرفع معنويات الشباب والنساء التونسيات اللي بيشعروا بالاحباط، وبتتميز اللاعبه التونسيه بروحها الرياضيه الاصراريه واصرارها الكبير على صناعه تاريخ رياضي مشرف في عالم كره المضرب، واللي بتتمتع انس جابر بروح قويه وعزيمه صلبه فوق اراضي الملعب مواجهة ومنافسة في البطولات القارية والدولية لتثبت للعالم أجمع أن المرأة التونسية عاصية على الانكسار، واللي نجحت في جذب أنظار الجمهور التونسي والعالمي المهتم بمجال كرة المضرب، ونالت العديد من الأرقاب والأوسمة والجوائز الفردية لتقدم للشباب التونسي والشابات نموذج يحتذى به قادر على تجاوز جميع التحديات والعقبات اللي بتقف في طريق الوصول إلى ما يطلع إليه ويحقق أحلامه. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، ما تنساش بقى إنك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. أنا شريف نبيل من موقع القيادي.